السلام عليكم، مرحبا بكم خوتاتي حكيمه بنت العاصمه. معكم حبيت اليوم نشارككم واحد الوصفه. ان شاء الله هاد الوصفه حنا لازم ندخلو يعني الاطباق العاصميه في شهر رمضان الكريم. انا هنا حبيت ندير يعني وصفه تاع طبق قرنون بالجلبانه مرقه بيضاء، وحبيت نوري لكم يعني طريقتي كيفاش انا نحضر طريقتي يعني القرنون بالجلبانه مرق بيضاء. ويعني هذه المرقه يعني ننصحكم غير وجدوا هذا الطبق في شهر رمضان. انا هنا عندي بصله كبيره كما كنتو تشوفوا، قطعتها صغير يعني ما رابيتهاش كما كنتو تشوفوا، وعندنا الجلبانه يعني كيلو. شوفوا يعني يخفي لكم شيخي، تعرفوا الجلبانه كي نقوها يعني ولا كيلو ما تعطيناش كيلو، ديما تنقص يعني تجيني كيما نقولوا رطل هكذا. وانا هنا القرنون بعد ما نقيته شوفوا اللون اللي كحل، ديما يعني خليه في الماء وزيد ديما نحكو. يعني هذه هي طريقتي، ويعني الناس كاع يعرفوها الطريقه برك، يعني كاين اللي ما يعرفوهاش يعني المبتدئات، حبيت نوريها لهم قبل ما نديرو في المرق تاعنا. كي نمرقو ديما نعاودو نحكو يعني القرنون تاعنا باش يعاود بيضنا. وبالنسبه للتوابل والمعدنوس، انا نستعمل المعدنوس، وعندنا في هذه الوصفه يعني القارص ديما يكون في الاخير. بالنسبه للتوابل ماشي حاجه كبيره، نستعمل غير يعني الفلفل الاسود والقرفه. دوك نبداو، ويعني انا حبيت نقول لكم يعني شوفوا زوج حبات يعني كما كنتو تشوفوا هكا دو مورسو كما كنتو تشوفوا تاع كتليت. انا نستعمل كي نديرو باللحم ديال الكتليت يجي يعطي واحد البنه، ما يخفالكمش يعني الكتليت يجي طرو غرا، وهذيك يعني الشحم هي اللي تزيد تبنن لنا هاد الطبق تاعنا. دوك نبداو على بركه الله. انا حين نبداو باش نبداو ندوزن القرنون ابيض. دوك نستعمل حاجه الاولانيه ديالها الزيت، هي لازم نوريكم الكميه يعني ما نديروش بزاف الزيت، علاه ما نحبش ندير بزاف، علاش قلت لكم يعني الكوكيت ديجا هو فيه لو غرا الشحم، يعني ناخذ كميه غير صغيره. ها هي كم غير في الاولى، نزيدو الثانيه، نزيدو الثالثه، يعني ما نكثروش الدم على ناس اللي ما يقدروش. وندير اللحم تاعي هكذا يتجمر، نحب نعطيلو تجميره ونحطو فوق النار. انا نحطيت يعني الكتلة تاعي تجمر، علاش قلت لكم على البصل لازم الكميه تاع البصل تكون كبيره كما راكم تشوفوا. علاش ديما البصل حنا في الاطباق تاعنا ناكد لكم لازم تكون كميه كبيره، باش المرقه البصل يعني عنده دور كبير في يعني في الاطباق. كي نكثروا البصل ديما المرقه تاعنا تجي ثقيله، يعني ما تجي كما نقولوا كما يقولوا ناس زمان، ماشي يعني يجي الزغلي والما يغلي، ناس زمان يقولوا هذه يعني هذا المثل. انا دوك علاش ديما ناكد لكم ديما كثروا في البصل. شوفوا كيما درت انا دوك ندير البصل تاعي بعد ما نكمل ليه. شوفوا نزيدو نديرو الملح، الملح تاني يعني الانسان ما يكثرش، ونحركو هذاك البصل. ودوك انا هنا بالنسبه للتوابل ما نديرش حتى يعني يتجمر تاني البصل يعني يطيح كامل، باش نكملو نديرو التوابل تاعنا. شوفوا يعني البصل تاعي راهو يتجمر، شوفوا يعني بعد ما يتجمر تشوفوه يطلق ما من الماء تاعو. دوك انا واش ندير، ندير ليزيبيس تاعي. انا هنا شوفوا راني نستعمل هاد المغرفه تاع القهوه صغيره، علاش القرفه ما نديروش بزاف باش المرقه تاعنا ما تجيناش كحله. وهذه ندير مغرفه وشويه نكملو كاع داخل في الكحل، يعني كما نقولوا مغرفه كبيره، ندخلو كاع يعني هذوك ليزيبيس، نحركوهم مليح باش يدخلوا الماء، نحركوهم نحركوهم مليح. وانايا هنا شوفوا الجلبانة تاعي بعد ما دخلت لي زيبيس، انا نحب تاني نجمرها يعني باش كي تتجمر ما يخفالكمش. كاين نوعية تاع الجلبانة، كاين لي طيابة وكاين من داك لي تشد في الطياب، انا ديما نحب يعني نجمرها. نزيد لها معاها شوية معدنوس كما كنتو تشوفو. وهنايا نفضل انا ما ندير الماء ما والو، نخلي هكا الجلبانه تاعي تتجمر
باش نمضغ. شوفوا يعني بعد ما راني قلت لكم راني تجمرت هذيك الجبانات تاعي، يعني انا نموت على التجمير ما نكذبش عليكم، نحب نقلي في الاطباق تاعي كاع، نحب نتجمر الماكله، علاش كي نقلوا الماكله يعني تعطي الذوق البنين، يعني الماكله اللي ما تتجمرش ما يسماش ماكله، ما اخبيش عليكم، علاش ديما انا ناكد لكم في الوصفات تاعي نقول لكم يعني الانسان لازم ديما يتجمر الماكله تاعو. شوفوا دوك ما بقالي غير انايا دوك المذاق، نمرقوها ديما تمريقه، نعطو التمريقه يعني شويه تحت اليدين هكذا، ما نزيدو ما والو. شوفوا تحت اليدين، والماكله يعني تاعنا في النار ديما تكون نار هاديه، ما يخفلكمش دوك انايا هذه الجبانه ما خليهاش طيب كامل، يعني نص طياب باش نكمل القرنون تاعي نرميه مع الجبانه يكملوا الطياب، ونوريكم يعني هذا الطبق حتى في الاخير. القرنون تاعي بعد ما حكيته بالقارص ما نحكوه يعني ديما هاد لاكروت يعني نسيو نزيدو نكرطوها. شوفوا كيفاش زيت تنحى، انا نفضل ديما في القرنون تاعي يعني ما خليش هاد لاكروت يعني ما نزيد نكرطها. انا حبيت نوريكم زوج باش تشوفوا معايا هاد الكحوليه يعني تسمط لنا لاصوص تاعنا، نسيو كاع نحوها كيما كنتو تشوفوا، ونزيدو يعني نشلوه ونديرو القرنون تاعنا في المرقة. انا راني شللتو كيما راكم تشوفوا، زدت يعني شللتو بالماء، دوك راني حنديرو باش علاش ندير القرنون تاعي يعني باش يكمل مع الجلبانه والتمريقه تاعي، انا مانيش حاكاع نزيد لها الماء، وخلو الطبق تاعنا هذا يطيب يتجمر، بعد ما يتجمر يعني ويطيب نوريه لكم حاضر على مائده التقديم. الطبق تاعنا تاع نهار اليوم شوفوا قلت لكم واحد يعني واحد المرقه كيما نقولوا جات ثقيله، والقرنون ما خليتوش طاب بزاف ما رافق بالجلبانه، وما يخفالكمش ديما انايا في الاطباق تاعي نقول لكم القارص لازم يكون حاضر، انا حاضر على خاطرش نستعملوه يعني، وراهو يعني حاضر في هاد المومون القارص في هاد الشهر تاع رمضان ان شاء الله يكون حاضر معنا القارص، علاش نتوما يعني في الاطباق تاعنا لازم ديما نستعملوا القارص، وننصح يعني ديما ريح بالمعدنوس، انا ديما نقول لكم ديما نحب تانيين معدنوس يعطي ذوق بنين بنين بزاف، يعني انا هذه هي طريقتي كيفاش نحضر القرنون بالجلبانه يعني بليكوتلات يعطي بنه ما تصوروهاش. وشوفوا يعني لاحظوا معايا المرقه يعني ما جاتش بيدو ما بزاف، وما جاتش فيها بزاف يعني الماء، يعني تجي ثقيله صدقوني هالطبق، انا يعني وريته لكم ويعني فكرتكم فيه هاد الطبق تاع شهر رمضان ان شاء الله نقدروا نحضروا يعني قرنون بالجلبانه باللحم، ولا ما كانش يعني ليكوت تقدروا ديروا الدجاج، يعني انا فضلت نديروا بليكوتلات باش يعطي بنينه بالبزاف. خواتاتي ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم، وديما شجعوني بالمشاركه باش نقدر نوصل معكم الاطباق العاصميه، وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله.